بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن طريقة مهمة جدا لوضع الأهداف، اسمها السمارت تكنيك. سمارت كل حرف منهم ليه معنى معين، هي مش كلمة سمارت اللي هي ذكي، لكن كل حرف ليه معنى معين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بنقول إن احنا عشان ننجح في حياتنا لازم يكون لينا أهداف. بدون أهداف يبقى انت مش مركز انت عايز ايه، ومش عارف السكة اللي هتوصلك، وتفضل مشتت وتايه وعمرك ما توصل لهدفك. كلنا طول عمرنا عندنا امنيات، ان انا اتمنى ان انا اكون جسم قوي، اتمنى ان انا اكون محامي ناجح، دكتور شاطر، تاجر شاطر، وهكذا. دايما طول الوقت عندنا اماني من واحنا صغيرين، لكن نادرا ما بنحققهم. ليه؟ لان احنا ما بنخططش ان احنا نوصل. انا عندي امنية معينة لكن ما بخططش بيها. طالما الهدف مش حاطط له خطة هيفضل مجرد امنية ومش هيتحقق على الواقع. ممكن واحد يقول انا عايز ابقى عندي فلوس كتير، واحد يقول انا عايز ابقى جسم قوي، وهكذا. لكن كل الحاجات ديت مبهمة مش محددة. فعشان كده هنتعلم السمارت تكنيك، SMART. S معناها specific يعني محدد، لازم الهدف يكون محدد. طالما الهدف مبهم زي ما قلنا العقل مش هيفكر ان هو يحققه، بيفضل حاجة مبهمة ما بيفكرش ان هو ازاي يوصل لها. لازم تكون محددة وواضحة، كلام واضح محدد، يستحسن يكون مكتوب، لازم يكون مكتوب في ورقة وقلم. كل ما كان الهدف واضح اكتر ومحدد اكتر فرص ان احنا نحققه بتكون اكتر. بدل مثلا ما اقول انا عايز ابقى جسم قوي، دي الحاجة المبهمة، ممكن اقول مكانها عشان احددها انا عايز اروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، لان هي دي الطريقة ان انا ابقى عندي جسم قوي ان انا اروح الجيم. يبقى انا حولت الامنية الى حاجة ملموسة، اروح الجيم 3 مرات في الاسبوع. وكل ما حدد الموضوع اكتر كل ما فرص ان انا احققه اكتر. يعني بدل ما اقول هروح الجيم 3 ايام في الاسبوع اقول هروح الجيم يوم الاحد السبت والاثنين والاربع، احدده اكتر. هروح لايون جيم، اقول اسم الجيم هروح لايون جيم يوم السبت والاثنين والاربع، احدده اكتر. هروح لايون جيم يوم السبت والاثنين والاربع من الساعة 7 للساعة 8. كل ما زيد الهدف تحديدا ووضوحا فرصة ان انا احققه بتزيد. ام معناها ميجرابل، يعني يمكن قياسه، حوله لحاجة تتقاس باليوم، بالساعة، بالفلوس، بكم الفلوس، بالكيلو، بالمتر، ولازم يكون محسوس عشان اقدر اقيم نفسي. ميجرابل عشان اقيمه. لازم تبقى الاهداف تتحط في حاجات ملموسة، ولازم يكون في تراكنج، يعني في طريقة مقياس ان انا اشوف انا قربت ولا لسه متأخر، ولا مشيت اكتر من الهدف اللي انا حطيته، المقياس اللي انا حطيته، فيبقى اقرب نقطة الوصول اكتر، وهكذا. وكل ما احقق مرحلة اكافئ نفسي، لما اكافئ نفسي يبقى بشجع نفسي فاوصل اسرع واوصل النهاية بفرصة اكتر. يعني عملت هدف مرحلة معينة، اخرج فسحة، اكل اكلة عايزها عجباني، وهكذا اكافئ نفسي. يعني ايه مثلا ان احنا نحول الهدف لحاجة ملموسة زي يمكن قياسها؟ زي ايه؟ بدل ما اقول انا عايز اخس او وزني ينقص اقول انا عايز اوصل 10 كيلو. ويبقى احسن برضو ان احنا نخليها على مراحل، بحيث دايما اقيم نفسي. يعني ان احنا نقول انا عايز انزل 3 كيلو في كل شهر، يبقى كده كل شهر هشوف نفسي ونزلت قد ايه، واتابع نفسي هل قربت للـ10 كيلو ولا لا. ايه معناها attainable؟
التنبل يعني ممكن الوصول ليه، ما مطلوبش هدف مستحيل ان انا ابقى سوبر مان مثلا، لان ده هيخليني دايما يعني متعصب او محبط، يعني مش هقدر اوصل لكده. تمام، مثلا بدل ما اقول انا عايز اخر الشهر ده يبقى معايا 1,000,000 دولار، يعني ده حاجة مستحيلة فعليا يعني، لكن بدل من كده اقول ان انا الشهر ده هحوش او هجيب 100 دولار زيادة، والشهر الجاي يبقوا 200، والشهر اللي بعده 250، والشهر اللي بعده 300، وهكذا. يبقى في الطريقة دي، بالطريقة دي فعلا هوصل لـ1,000,000 دولار، بس على مدى بعيد. R يعني relevant، كل ما تكون مجموعة أهدافي ماشية في سكة معينة ومتناغمة مع بعض يبقى هوصل فعلا في النهاية. لكن لما تكون الأهداف متضادة وكل واحدة عايزة إن أنا أمشي في اتجاه معين، بنتهي إن أنا ببقى واقف في النص، ولا بوصل لهنا ولا بوصل لهنا. دايما تكون أهدافي كلها مشتركة، كلها ماشية في سكة، في طريق بيوصلني لنهاية أنا عايزها. يعني على سبيل المثال، واحد عجبه طريقة اللغة الفرنسية، طريقة الكلام بيها، فقال أنا عايز أتعلم فرنساوي، بس المشكلة إنه مفيش حد حواليه، كل الناس اللي عارفهم محدش فيهم بيتكلم فرنساوي، والشغل بتاعه مش محتاج إن هو يكون بيعرف فرنساوي، فهياخد كورسات ودورات ويعمل مجهود ويتعب لحد ما يتعلم الفرنساوي، بس هيلاقي إن هو مش هيستعمله في حياته وهينساه. كان الوقت ده وفره ان هو مثلا ياخد كورس انجليزي، الانجليزي بيحتاجه، كورس اي تي لان الاي تي بيحتاجه، وهكذا. دايما تكون الاهداف لها علاقة بحياتنا، بالهدف اللي احنا عايزين نوصله في الاخر. فدايما نسأل نفسنا لما في حاجة معينة عايز اعملها، اسأل نفسي ايه الفايدة اللي هتعود عليا ان انا اعمل الهدف ده، او ليه انا عايز اعمله. تي يعني تايم باوند، يعني يكون لي سقف في الوقت، ديدلاين. تمام، من غير ما نحط ديدلاين هفضل اجله، طالما انا ما قلتش ان انا يوم كذا لازم اخلص الموضوع ده، هفضل دايما هاجله، دايما هاجله، مش هيخليني اخده بجدية، مش هيخليني احس ان الموضوع ده عاجل ولازم اخلصه. يعني طالما ما فيش يوم الامتحان اخر السنة، عمرنا ما هنفتح الكتب ونذاكر غير اخر اسبوع، وهكذا. برضو في النهاية، اخيرا وليس اخرا، ان موضوع وضع الاهداف ده مش موضوع حاجة ثابتة، يعني انا مش في يوم هحط اهدافي واحط الورقة وخلاص كده الموضوع انتهى، لا، انا كل شوية بحط اهداف وابتدي انفذها، وبعد فترة بعد شهر اراجع اهدافي اللي حققته منه ايه واللي محققتوش، ونسبة تحققها قد ايه، في حاجات هكون متقدم فيها فازود المرحلة اللي بعديها، في حاجات متأخر فارجع اركز فيها واعيد التوقيتات بتاعتي، وهكذا. يبقى العملية دايرة مغلقة، دايرة مغلقة، احط الهدف، الاهداف اعملها، اقيمها، ارجع احطها من جديد، وهكذا. وشكرا جزيلا، ونتمنى لكم تحقيق اهدافكم، والسلام عليكم ورحمة الله.